وده المكان وين الحرس راحوا فيه والباب مفتوح جديد ليه؟ يعني ايه؟ انت مش قلت لي انك بتراقب المكان؟ المكان فاضي، المكان فاضي. والله العظيم كانت هنا والحرس كانوا واقفين على الباب، اكيد نجلوها. نجلوها كيف وانا جاي لك عينيك ما تغفلش عنهم؟ وهو ده اللي انا عملته، بس انت ما قلت ليش اجيب فرشه وابات قدام المكان. انت قلت لي من وقت للتاني اشجر عليهم من بعيد، وانا عملت كيف ما قلت لي بالظبط؟ قلت لك بكري ده كلب ومالوش امان، وانت مستهتر بعقله وهو مش سهل. ده تعبان وعارف هو بيعمل ايه. دلوقتي هتعمل ايه مع غفران اللي قلته ان امه هتبقى عنده الليله، واحنا ها واقعين في بكري يعني ما معناش الغجر، وغفران حواليه نمل ومش هنقدر نوقف في وشه، وانا وانت بطولنا عساف.